إذا ناوي أنت تغير نمط حياتك صحياً بدنياً أو حتى يمكن علاقاتك مع الناس، يمكن مادياً تكون أحسن، يمكن تبي تسوي شيء جديد، تبي تسوي مشروع، أي شيء تبي تسوي بحياتك وتنجح فيه، لا تفكر شنو لازم تضيف، فكر شنو لازم تتخلى عن، لأن إحنا دائماً نفكر شنو لازم نسوي شغلات جديدة بحياتنا، ولكن فعلياً أنت في شغلات يمكن لابد أنك تتخلى عنها. إذا تخليت عنها راح تشوف تحسن في حياتك. فكرة التخلي ترى هي مبنية على فكرة الإيمان، يعني إحنا أركان الدين الخمس اللي هما الشهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج لمن استطاع له سبيلا، كلها مبنية، يعني أركان الدين الخمسة الإيمان مبنية على أنك تتخلى عن شركيات، تتخلى عن يعني أي شيء يلهيك في حياتك، أن أنت بالصلاة تكون على صلة مع ربك، الصيام تتخلى عن الجوع، تتخلى عن الأكل، تتخلى عن الشرب، تتخلى عن الشغلات المذذات الحياة، الزكاة تتخلى عن الفلوس، الحج تتخلى عن مكان الراحة اللي أنت فيها وراح تروح مكان مختلف عنك. كل هذه الشغلات اللي راح تتخلى عنها هي يعني راح توصلك إلى أنك تكون إنسان مؤمن أكثر. فنفس الشيء إذا أنت تبي تغير نمط حياتك، خلينا نقول صحيا، قاعد تقعد مع ناس ياكلون اكل سيء ما يهتمون بصحتهم، راح تكتسب معاهم العاده، لابد ان تتخلى عنهم. اوكي، تتخلى عن نمط الاكل اللي انت متعود عليه، دائما تاكل نفس الاكل سواء فاست فود او اكل البيت، نفس الطريقه ما قاعد تغير، راح تصير نفس الشيء. متعود على انك انت تقعد ما تسوي رياضه، ما تسوي تمارين، نفس الشيء. متعود على ان انت تصرف ما تهتم في الماديات، دائما راح تكون وضع مادي سيء. لذلك شوف الشغلات اللي انت متعود عليها مقيدتك وحاول تكسر هذه القيود عن طريق التخلي. تخلى عن الشغلات اللي انت متعود عليها على أساس تشوف شغلات جديدة في حياتك.